استعمال واقي شمسي هو شيء ضروري لأي شخص لحماية بشرته من أشعة الشمس الضارة اللي تقدر تسبب في ظهور تصبغات الجلدية، الكلف، البقع البنية، الإسمرار إلى آخره. والاستعمال ديالو راه خاصو يكون بشكل يومي، وكي الصيف كي الشتاء، خارج المنزل وحتى داخل المنزل. كنأكد على هذه النقطة حيت أشعة الشمس راه كتدخل لنا المنازل من النوافذ وكتأثر على البشرة. وحاجة أخرى، النساء اللي كيدوزوا معظم الوقت ديالهم في المطبخ وكيتعرضوا للحرارة اللي كتخرج من الفرن ولا الطبخ بحد ذاتها راه كتأثر حتى هي على الجلد. زيادة عن ذلك، التعرض لأشعة الشمس راه كينقص لنا من الكولاجين، وهذا كيكون واحد النتيجة على ظهور علامات تقدم في السن المبكرة. وأخطر من ذلك، الله يحفظنا ويحفظكم، هو سرطان الجلد اللي أشعة الشمس كتكون واحد السبب رئيسي فيه. هذا الفيديو جاء على طلب بعض المتتبعات الوفيات ديال القناة اللي سولوني وقالوا لي تكلم لينا على أحسن أو أفضل واقي شمسي للبشرة الدهنية. وبحكم أن البشرة ديالي دهنية، بغيت نشارك معكم المنتج اللي كنستعملو حاليا ونعطيكم غير رأيي الشخصي فيه وشنو المميزات ديالو وعلاش هو اللي بغيت وعلاش هو اللي اختاريت كأفضل واقي شمسي بالنسبة للبشرة ديالي اللي هي دهنية. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اللي كتشمل عدة مواضيع: الصحة، العناية بالبشرة، وكذا الإسعافات الأولية. إذا كنتم جداد في القناة ما تنسوش الاشتراك، ضغطوا على زر الاشتراك وكذا الجرس للتوصل بالجديد. قبل ما نتكلم على المنتج نبدأ بواحد الشرح سريع وبسيط لأنواع واقي الشمس اللي هما جوج، كاين النوع المعدني والنوع الكيميائي. وفرق ما بيناتهم راجع في التركيبة ديالهم والطريقة كيفاش كيتفاعلوا مع البشرة لحمايتها من أشعة الشمس. بالنسبة لواقي الشمس اللي هو معدني ومعروف حتى باسم الفيزيائي أو الطبيعي، هذا معظم الأحيان المكونات ديالو كنلقاو فيها المعادن بحال أكسيد التيتانيوم ولا أكسيد الزنك. والطريقة باش كيحمي لنا البشرة كيدير لنا واحد الحاجز، واحد الجدار كيعكس أشعة الشمس بحال شي مرآة، يعني أشعة الشمس ما كتقدرش تخترق لنا البشرة. هو مزيان بزاف البشرة الحساسة، البشرة اللي كتعرض للتهيج والإحمرار. وفي واحد الحاجة اللي زوينة أنه أثناء الاستعمال كيعطي واحد المفعول فوري، لا داعي لانتظار 20 دقيقة أو 30 دقيقة قبل التعرض لأشعة الشمس. ومعروف حتى بواحد حاجة أخرى اللي هي أن السمك ديالو كبير واللون ديالو أبيض بارز كيبان على سطح البشرة، ولكن حاليا راه ولاو كيزيدوا واحد المكونات أخرى باش يرجع خفيف غير مرئي على البشرة. أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو واقي شمسي كيميائي، ذكرت هذا الاسم شوية كيخلع ولكن لا، هو كيميائي عضوي وبزاف ديال الأشخاص كيستعملوه وكيفضلوا على النوع الأول، وكل واحد من نوع البشرة ديالو وفين غادي يرتاح. وهذا المكونات ديالو كنلقاو فيها الكربون، الافوبينزون وغيرها. والطريقه باش كيحمي البشره كيقوم بامتصاص موجات الحراره اللي كيتفاعلوا معها التركيبه وكيرجعوا حراره بحد ذاتهم في البشره اللي كتبقى تخرج منها تدريجيا. هو كيناسب بزاف البشره اللي متعرضه للتصبغات الجلديه، الكلاف، البقع البنيه، وكيعطي واحد الحمايه مطوله، ولكن ضروري كيطلب 20 دقيقه باش يعطي المفعول ديالو وقبل التعرض لاشعه الشمس. كيف ما ذكرت لكم قبل، البشره ديالي دهنيه متعرضه لحب الشباب، والواقي الشمس اللي اختاريت لكم اليوم ناسب البشره ديالي شخصيا، يقدر ما يناسبش البشره ديالكم. انا فقط غادي نعطيكم المميزات والمكونات اللي فيه وانتم غادي تحكموا عليه. الاسم ديالو هو دايلونغ سنسيتيف، اللي كيتواجد في واحد العلبه اللون ديالها ابيض وفيها شويه ديال الاخضر الفاتح، حيت كاين نوع اخر للعلبه ديالو على ما اظن اللون ديالها برتقالي ابيض. والمختبر سميتو غالديرما، هو واحد المختبر سويسري. الواقي الشمس ديال دايلونغ فيه مكونات فقط كتحمينا ضد اشعه الشمس الضاره، ما فيش شي مكونات بحال لاسيد هيالورونيك اللي غادي يعطي واحد الترطيب مكثف وغادي يقلل من ظهور الخطوط الرفيعه وما شابه، ما فيش شي مكونات اللي غادي يقللوا من افراز الميلانين في البشره من اجل
علاج التصبغات الجلديه او البقع البنيه. وكنعرفوا في الصيدليات انه كيتواجدوا بزاف هاد الانواع ديال واقي الشمس، وكنلقاو فيهم واقي الشمس، وفي نفس الوقت كيعالجوا مشكل اللي كيتواجد في البشره. هذا كيبقى رايي شخصي، انا كنفضل واقي شمسي يبقى واقي شمسي، ولا كان شي مشكل كنشري منتج خاص لعلاج هذاك المشكل بحد ذاته. وهذا الشيء لاحظته بحكم انني جربت بعض المنتجات وبعض الواقي الشمس من هذا النوع، وما كانش واحد النتيجه مرضيه. علاش؟ حيت المكونات اللي فيه اللي غادي يعالجوا كمثال هاد التصبغات الجلديه كيكونوا بواحد التركيز اللي هو ضئيل وضعيف، يعني من اجل واحد النتيجه مرضيه خاصك تستعمل واحد المده طويله، على الاقل 4 أشهر او 5 أشهر. حنا كنعرفوا ان الواقي الشمس الانسان كيبغي يبدلو من فتره لفتره. ثاني حاجه هو انه الحمايه ضد اشعه الشمس كتكون حتى هي بنسبه قليله وضعيفه، ما كيعطيش واحد الحمايه بحال واقي الشمس خاص. نذكر لكم المميزات ديال هذا الواقي الشمسي، وانا غادي نصنفهم على 6 ديال المميزات. اول شيء انه سون بارابين، ما فيش البارابين، سون بارفان بدون عطر، سون كونسيرفاتور بدون مواد حافظه، و ايبو اليرجينيك يعني ما فيش شي مكونات اللي يقدروا يديروا لنا واحد الحساسيه في الجلد او البشره، سون لي زويل غراس بدون زيوت دهنيه، واخيرا سون ايموسيفيون. هاد لي ايموسيفيون هما بحال المستحلبات، واحد المكون كيزيدو باش يقدروا يمزجوا جوج ديال العناصر، ونعطيكم مثال بحال الماء وزيت. اما بالنسبه لا تيكستور ولا الملمس ديال الواقي الشمسي، جا على شكل سائل جل فلويد، سريع الامتصاص وخفيف على البشره، وكيعطي واحد الحمايه اللي هي عاليه بنسبه اكثر من 50. اما بالنسبه للانواع ديال البشره اللي المعنيه بهذا الواقي الشمسي، هي البشرة الدهنية المتعرضة لحب الشباب، البشرة المختلطة، البشرة اللي عندها واحد الحساسية مفرطة ضد أشعة الشمس، والبشرة الحساسة. زائد أنه نون كوميدوجين، وهذا الشيء كنقلبوا عليه بزاف في أي منتج، يعني أنه ما كيستش لنا المسام ديال البشرة، وهذا دليل على أنه مناسب للبشرة الدهنية، يعني ما غاديش يدي لظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب ولا دوك لي كوميدون الحبوب اللي كيكون تحت الجلد. وأخيرا من المميزات ديالو، فيه واحد المكون ديال بودغ السيليس، وهي كتقلل من إفراز الدهون على سطح البشرة باش ما يبقاش داك اللمعان المفرط، زائد أنه مقاوم للماء والعرق اللي هو شيء ممتاز. وكما ذكرت لكم قبل، ما فيش خالي من العطر، يعني ما كيحرقش في العينين، حتى الا قربناه لدائره العين ما غاديش يحرق لنا العينين، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا الا قصنا به عينينا ما غاديش يحرقنا، لا، اي نوع ديال واقي الشمس ما خاصوش يقرب العينين. وواحد الملاحظه تقدروا تسولوني عليها الا بغيتوا واحد الفكره على الاثمنه، والاثمنه راه كتختلف من صيدليه لشبه صيدليه، ونعطيكم واحد الفكره ديال الثمن اللي شريتو انا من باغا فارماسي، كيتواجد على حجم 100 ml وحجم 50 ml. علاش داروهم؟ داروا الا كان عندك واحد التخوف واش يناسب البشره ديالك ولا لا، من الاحسن تشري الصغير قبل ما تشري واحد كبير، ولكن الحجم الكبير كيبقى ديما اقتصادي. الحجم الكبير الثمن ديالو 195 من باغا فارماسي، والحجم الصغير 50 ml 154. هذا كان موضوع اليوم، شكرا على المشاهدة. إذا كنتو جداد في القناة ما تنسوش الاشتراك، تضغطوا على زر الاشتراك وكذا الجرس للتوصل بالجديد. نشوفكم فيديو لاحق إن شاء الله.